يا أيها الذين لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، يعني بهذه الخيانة انتبهوا. والآن في زماننا هذا نجد أن الكثيرين منا يخونون أماناتهم، وهذه الأمانات إما أن تكون بيننا وبين الناس، وإما أن تكون بيننا وبين الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه رجل وقال له متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فتضييع الأمانة دليل على قرب قيام الساعة والعياذ بالله. والآن لا شك أنه ضيعت في كثير من الأشياء. الآن نحن الآن هذه الأيام على يعني قرب الامتحانات، اختبار سواء في الجامعة أو في المدارس كذا امتحانات. كم مدرس يضيع الأمانة؟ كم مدير مدرسة يضيع الأمانة؟ كم مساعد مدير يضيع الأمانة؟ كم مسؤول يضيع الأمانة؟ كم طالب يضيع الأمانة؟ يعني ما نخرج الطلبة من المشكلة هذه، يقول نحن مراهقون نحن شباب، لا بالغ مكلف، بالغ تدش النار وتدش الجنة بالغ. يعني الإسلام ما في مراهقين، في رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى احتلمت أنت رجل، احتلمت أنت امرأة، خلاص دخلت في الحسبة. يحدثني بعض المدرسين أن المدير المدرسة يقول غششوا الطلاب ارفعوا درجاتهم، موظف في العمل يخون أمانته في العمل إما بسرقة وإما بتقصير وإما بإهمال وإما بتزوير، ما هذا؟ هذا كله خدش في الأمانة التي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نحفظها. للأسف كثير من الناس اليوم ضيعوا هذه الأمانة التي أمر الله تبارك وتعالى بالتزامها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون حال خيانتكم.